وهيدا اللي صار أكبر ضربة من 7 سنوات. دائما بفتش نتنياهو لكي يبقى في الحكم على جبهات جديدة هلا بتتوسع. بدي ارجع لمصادر سمعتها اليوم إسرائيلية. بتقول المصادر الإسرائيلية كانت سوريا تملك قبل 2011 أهم مراكز البحوث العلمية لغرض عسكرية. هذه البحوث العلمية بعد الحرب السورية خفت كثير عن المراكز وبعض الضربات اللي تعرضوا لها. أما اليوم فهذا الذي تعرضت له معروف شو هو، مركز بحوث علمية كبير موجود في مصياف، مصياف بالمنطقة الوسطى يعني بريف حما. هذا اللي صار فيه، وهذا اللي صار أكبر ضربة تقوم بها الطائرات الإسرائيلية على مركز على سوريا من 7 سنوات بهالحجم. اللافت انه تصدت لهذه الصواريخ، ولاول مره بنشوفها بهذه الكتره، الصواريخ المضاده للطائرات السوريه من طراز من نوع S-200. انتبه، هذا ما لفتني انا. هذا الشيء روسي من زمان، هو اي روسي اكيد. عندها هدف عسكري انه تعمل اختراق للحلقة المفرغة. حتى المصادر، انت اقرأ شو بيقولوا الاسرائيليين، دائما بفتش نتنياهو لكي يبقى في الحكم على جبهات جديدة، على مناطق جديدة يشعل فيها الحرب في ارض الاخرين. غزة خفت كتير كما نعلم، يعني رجعت ساتيكو معين بعد مناوشات، عم يطلبوا انه يطلع من غزة. ما بده يطلع من غزة، شو بده يعمل؟ جنوب لبنان هددوا ما هددوا بفتح الحرب الواسعة كما تعلم، وبعدين حمدت الى حد ما او انتفت او اجلت، فتحها بالضفة الغربية. اللي عم يحصل بالضفة الغربية حالة حرب حقيقية، يعني الناس ما عم تحسلها. طيب بدي محل ثالث. هو بيقول مصدر انا ما كتير بنشي فيه، انه ما حصل امس في سوريا هو عملية استباقية للرد الايراني المنتظر. ما كتير ابطى جد، لانه عم بيقولوا انه يمكن الرد الايراني ما يحصل من ايران مباشرة، يمكن يحصل عبر الاراضي السورية. هل عبر الاراضي السورية من اين؟ من سوريا او من العراق عبر الاراضي السورية؟ فإذا هذا سؤال بينطرح. هذا حلم عندما نسحق حماس وحزب الله. كيف يعني؟ بس هني كيف ممكن يترجموه؟ ما بيترجم هذا حكي، هذا هوس. هذا اسمع يهود براك، ما بدي انا احكي، عم بيقول هذا هوس. اذا اتهم نتنياهو بجنون الهوس، كيف بدي اقول عن سموريتش وعن بن غفير؟ هذا هوس يا حبيبي. ننهي، كيف بده ينهي؟ صاروا سنه تقريبا الا شهر بغزه ما عنها شيء. الكل بيعرف، والاسرائيلي بيقول، الاسرائيلي بيقول لم يحقق اي هدف. هذا اول امبارح تصريح مسؤول كبير اسرائيلي بالحكم، لم يحقق اي هدف. بعد الصحف الامريكيه بتقول لا يزال هناك الاف المقاتلين في غزه فوق الارض وتحت الارض، ما قالت كم الف. فاذا بعد بغزه تقريبا دمرت كل غزه، خلص دمرت. بس هل انهى حماس؟ الجواب لا. نعم نعم نعم، يمكن دمرت غزة. الجيش الإسرائيلي كل المراقبين، وأنا عسكري وبقول، لم يظهر أي براعة عسكرية أو علم عسكري في حروبه الأخيرة، إنما تدمير فقط. تدمير. شو حصل بغزة؟ إسرائيل تقدر تدمر مثل ما أمريكا بتقدر تدمر. أمريكا بدي شبههم بإسرائيل، أي حرب خضتها أمريكا لحد هلا وربحت فيها، اللي من الفيتنام لأفغانستان لأول من الحروب اللي ما تربح فيها،
اسرائيل اذا شنت حرب واسعه طويله استنزاف لها ممكن تدمر لبنان، انما لن تصيب من حزب الله. صدقني مش دفاع، شفنا المنشآت وعماد أربعة وهن داخلين وهن بيقولوا لدى حزب الله إمكانية الصمود لسنوات وعندهم أسلحة ما أظهروها بعد. فإذا أنا كقائد عسكري بدي أعمل خطة، هدفي كسر الآلة العسكرية لحزب الله، شو بدي بقوم دمر لبنان كله؟ كله هذا عم نسمعه كل يوم. بس أنا المؤشر الإيجابي اللي بيخليني دائما أحمد، أنا صار لي 10 أشهر بقول ما في حرب واسعة، وقديش سمعنا تهويل وبكرة الحرب وبعد الحرب، وبعدني عند رأيي هذه الحرب الواسعة مع جنوب لبنان كارثية على المنطقة وربما على العالم. وإذا كان مش مصدق تذكر تصريح لترامب اللي قال حرب الشرق الأوسط إذا توسعت قصده جنوب لبنان يمكن تكون حرب عالمية. بعدني عم أقول نفس الشيء، هذا التهديد اللي قلت لي عنه عم يسمعه دائما، أكيد بده يغير الوضع بالشمال. والسؤال غيره عسكريا ولا دبلوماسيا ولا اثنين سوا؟ عم يوعز للعسكر تمام، ما هو اللي بده يشتغل دبلوماسيا وضغوط، وسمعنا لبنان شو طلب 17-01 وراحوا اجوا. بده يشتغل دبلوماسيا بده يتحضر عسكريا، لا يعني ذلك انه أقاربت الحرب الواسعة المفتوحة مع جنوب لبنان. وسمعت خبر اليوم أنه المستوطنات الشمال فلسطين المحتلة رح يرجعوا قسم كبير على مدارسهم، فهل يا ترى بده يفتح حرب يقول لهم رجعوا افتحوا المدارس؟ هلأ بدها تتوسع بعتمولها لعميكي، بكرة تتوسع بس بتضلها تحت سقف الانفجار الكبير فتح الجبهة الواسعة. شو هي الجبهة الواسعة؟ وقت اللي بتشوف صواريخ حزب الله الدقيقة انحمرت على حيفا وتل أبيب وعلى كل الأهداف اللي فرجها الهدود، وقت اللي بتشوف الطائرات الإسرائيلية عم تقصف بيروت ومطار بيروت وطرابلس مثل ما عملت ب 2006 وعلى أكبر، هذه هي الحرب الواسعة. إذا ما شفتها معناتها بعدنا تحت سقف الحرب.